السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. معاكم الكابتن حسام في الكينج شيف، ودي بداية الرحلة بتاعتنا. أتمنى يا رب لما تشوفوا الفيديو وعجبكم أن تشتركوا في القناة وتحطوا اللايك وتكتبوا لنا تعليق حلو كده وتدعمونا دايما، ويعرفوا دايما أن إن شاء الله تابعكم بالرغم ظروف الشغل بتاعتي وأن أنا هبقى في البحر دايما على طول، بس إن شاء الله هتابعكم إن شاء الله، هنبقى جنب بعض إن شاء الله. احنا دلوقتي خارجين من المكان اللي احنا فيه اسمه وادي شريالي. المكان ده طبعا المدينة الصغيرة ديتي هي تبع لمقاطعة قطانيا، ومقاطعة قطانيا دي مقاطعة كبيرة، يعني للناس اللي عارفة ايطاليا او حتى تشوفوها على الخريطة دي في جزيرة صقلية، مقاطعة كبيرة زي مقاطعة ميسينا وزي باليرمو، بس باليرمو طبعا اكبر منها بكتير. والمقاطعات ديت في جزيرة صقلية، طبعا جزيرة صقلية برضو من الجزر الكبيرة، انتوا هتشوفوها على الخريطة هي اخر حتة في ايطاليا من تحت على الخريطة. طبعا المكان هنا والجو هنا والشغل هنا اول مرة طبعا اشتغل، واحنا خرجنا طبعا ساعة الغروب زي ما انتوا شايفين، يعني كان لسه عن الغروب يمكن ساعتين ونص، وطول ما احنا مسافرين اخدت لقطات كده، وطبعا باخد لقطات المشاهد للرحلة متنوعة، لان زي ما قلت لكم قبل كده الواحد ما ينفعش ان هو ياخد فيديو مستمر على طول. بس المنطقة هنا الجبال في البحر دي كم قطعة دول مخلين منظر المكان جميل جدا. وزي ما انتم شايفين احنا كنا بنبعد، كل ما طبعا ما عدناش بنشوف الجزيرة بتظهر معانا بتقل معانا واحدة واحدة، فلما بتقل معانا بنبقى يعني اكبر معالم فيها. زي ما انتم شايفين في الخلفية كده في جبل كبير، الجبل ده اسمه جبل اتنا، يعتبر من اعلى قمم الجبال بعد جبال الاليب اللي موجودة هنا في اوروبا ويمكن على مستوى العالم، يعني من اعلى القمم بعد جبل اليب. وجبل اتنا ده هو جبل بركاني، في بركان مازال لحد دلوقتي نشط اسمه بركان اتنا، وكانوا العرب زمان كانوا بيسموه جبل النار. طبعا دي ساعة الغروب، وساعة الغروب ما تعوضش ان الواحد يصورها، لان منظر بيبقى ساحر ومنظر جميل جدا. وزي ما انتم شايفين الجبل قدامك هو دي، كل ما بنبعد كل ما الجبل بيظهر ان هو اكبر حاجة في المنظر كله، لان طبعا هو اضخم حاجة في المكان، فبتفضل مع المبينة الحديثة. يعني احنا دلوقتي ماشيين بقالنا ساعة ونص وهو اكبر حاجة باينة في الافق، يعني وزهرة بتفضل زهرة لمسافة طويلة، يعني احنا فضلنا شايفينه لمسافة تقريبا اكتر من 15 ميل بحري، فضلنا شايفينه ظاهر كده قدامكم. طبعا الرحلة ديتي احنا يعني اشتغلنا فيها، طبعا شغالين طالعين نشتغل صنار هوكس على الصنار او اللي هو الهوكس، شغالين على التونة. فطبعا سافرنا كتير، يعني مشينا تقريبا 24 ساعة عشان ننزل تحت نشتغل على ديرنا. شفنا هناك ان في هناك سمك، طبعا في ما دخلناش جوة، احنا شغالين في المياه الدولية، المياه طبعا العميقة بردت اللي هو الجبل بتاع ديرنا او البوزة بتاعت ديرنا في ليبيا. فاشتغلنا طبعا هناك اتلينا السمك قليل، وبدأنا نرجع واحدة واحدة لحد ما اشتغلنا واتلينا السمك تحت ريح جزيرة مالطا. برضو كان بيننا وبين مالطا تقريبا 7-8 ساعات، واشتغلنا في المنطقة ديتي يعني طول فترة الرحلة. بس اول 3 ايام في الرحلة كنا بنجرب فيه في اماكن كتير، يعني اكتر من مكان، وجبنا انواع اسماك يعني مختلفة الاشكال. انا بالرغم ان انا بقالي في البحر كتير سنين كتيرة، بس طبعا الواحد ساعات برضو بيشوف سمك. بصراحة شفت 3 أو 4 أسماك لأول مرة أشوفهم، فعادي يعني الواحد حتى لو هو بقى عمره كله في البحر ممكن يشوف كل يوم، بنشوف في البحر عجايب سبحان الله. يعني الناس مثلا بتقول لي احنا بنشوفش السمك ده او احنا ما بنعرفش السمك ده، يعتبر انتوا ما شفتوش حاجة من أسماك البحر سبحان الله، ومخلوقات البحر، مخلوقات البحر لا تعد ولا تحصى. وسبحان الله يعني البحر لوحده يعني فيه حاجات كتير جدا، في حاجات كتير جدا ومخلوقات كتيرة وعجائب كتيرة، ولسه العلماء ما وصلوش للأعماق السحيقة اللي في الأطلنطي لحداية
يعني 11,000 متر أعماق تحت سطح البحر، فيه لسه العلماء موصلهاش بالرغم من التكنولوجيا الحديثة والغواصات الحديثة، لأن ضغط المية الواحد بيساوي 60 ضغط جوي. يعني كل ما ننزل في العمق تحت الضغط بيبقى رهيب جدا، عشان كده الغواصين بيعملوا حالة موازنة الضغط وهم طالعين، بيطلع واحدة واحدة تصاعدي. انت لو تشوف السمك اللي احنا بنجيبه من الأعماق، السمكة أول ما بتطلع شوية كده، على يعني بتطلع من مكانها بشوية، بيقوم يحصل فيها انفجار داخلي، بتعب هواء وبتشتال الغاز للصنار وبتطلع، تلاقي السمكة طالعة كده عايمة لوحدها. وزي ما انتوا شايفين واحنا بنرمي هوتي، طبعا اللي احنا بنغير، مش يعني مش انا على طول برمي او كده، احنا بنغير، احنا مثلا 7 في المركب، فاحنا بنغير باستمرار. اللي انتوا شايفينه اللي احنا بنرمي منه الصنار ده، في تقريبا 1500 صنارة، في 12 13 ميل السبت ده، فمسافة طويلة، فبنفضل نرمي اكتر من مثلا من 4 ساعات بالليل وساعات 5 ساعات حسب احنا هنرمي كام واحدة فيهم. الواحدة بتقول بتاخد الأرامي 1:30 ساعة، فبناخد وقت برضو كتير، برضو بتوصل مثلا 6 ساعات بناخدهم، لو احنا مثلا رمينا الـ4 بناخد مثلا اكتر من كده لو هنرمي زيادة. وبنخلص رمية، احنا مثلا بنبتدي رمية مثلا من الساعة 10 بالليل، ونخلص مثلا رمية مثلا على الساعة 5 الفجر او 4:30 5، وبعد كده بنقعد ساعتين نمشي. زي ما انتم شايفين احنا بنطعم سردينة كده ببعضها، دي لسمك التونة او سمك التونة اللي هو الالونجا، لان سمك التونة الكبير الصنار دي بالنسبة له صغيرة خالص وبتقطع بسرعة، والشعر بتاعه ضعيف. شايفين البحر فيه عجايب، شايفين السمكة ديت اول مرة اشوفها، حتى انا بصراحة ما اعرفش اسمها، هي لها اسم هنا بالايطالي وانا ما اعرفش، ما اعرفش اسمها. دي غير سمكة ابو سيف، غير سمكة اللي هي المارلين، غير في اسماك كتير يعني متنوعة. وزي ما انتم شايفين ده سمك التونة اللي هو الالالونجا، السمك الصغير اللي هو بيبقى حجمه من 10 من 4 كيلو لحد 12 13 لحد 16 كيلو السمكة جبناها. واحنا كده بنحطه في البرميل ده بمية بتلج عشان يسقع، بس في بعض السمكة بتبقى متعورة فبتنزل الدم بتاعها، فالبرميل كده لونه كده احمر. شايفين هو ده سمك، شايفين الزعانف الصفرة بتاعتها، وشايفين عينين السمكة، وشايفين الزعانف الجانبية بتاعتها. السمكة التانية دي بقى شايفينها، دي ما هيش تونة، دي بلاميطة، عشان تبقوا عارفين. هوريها لكم برضو تاني برضو وانا بصور كده، لان السمك له انواع كتير متعددة، فالواحد لازم يبقى عارف السمك انواعه ايه اللي هو بيجيبه. السمك البلاميطة ده بيبقى زفر خالص ومبقاش، شايفين السمكة دي البلاميطة يا جماعة، يا ريت اللي بيشتري يبقى عارف ان دي بلاميطه ولحمه احمر وزفر، وعاوزه تتعمل بطريقه مختلفه خالص عن السمك اللي هو التوناكيا الصغير ده. ده احنا بنقول عليها توناكيا او الالالونجا اللي هي يعني كبيره ديتي. سمك التونه بتبقى يعني صغير. طبعا احنا شفنا عجائب كتير في طول الرحله، وشفنا حاجات كتير، من ان احنا جبنا سمكه قرش كبيره بس قطعنا لها، الطليان بيقولوا لي ممنوع ان احنا نجيبها هنا، لان طبعا الروس البحر الايطالي منعهم ان هم يصطادوا سمك القرش ده، بس في اماكن تانية بنصطاده وبناكله عادي مفيش اي مشاكل. وطبعا الاسماك مختلفة، والسمك ده بنحطه كده في صناديق خشب كده، بوكس خشب بيترص كده رص معين، كل بوكسة بتحط مثلا فيها مثلا 4 سمكات او 5 سمكات او 3 سمكات، لو هو من السمك الكبير 15 بيتحط في البوكس 3 سمكات كبار. طبعا كانت رحلة حلوة وشفت حاجات كتير منها برضو، اصلا برضو ما قدرتش طبعا نصور كل حاجه، لان لو صورنا كل حاجه مش هنشوفها. يمكن صورت في اللقطه الجايه ديت منظر كده على السريع كده، لا واحنا بنلم السمك، لسه ماشي اللقطه ديت، اللقطه ديت واحنا كنا بصور كده بنجيب سمك، وكنت سبت التليفون عشان كنت انا بخبط السمكه، لان السمك طبعا الشعر بيبقى ضعيف ما يشتلهاش ان احنا نطلعها ظهر المركب، ففي شوكه كده يعني غنزو كبير بضرب السمكة بها وبطلعها ظهر المركب. وشايفين ديت كالادوريات، بنرمي كل مثلا كل 9 صنارات عبوة من دي فاضية اللي هي بتاع 1.5 لتر أو 2 لتر، بحيث ان هي تشتل الصنارة، الصنارة ده بيبقى عايم. وبنرمي حاجة تانية كده اسمها البوبو، انت يمكن شفتوه في اول واحنا بنرمي. البوبو ده عبارة عن بيدي اشارة لسلكية لجهاز عندنا في المركب، بيعرفنا الصنار فين عشان نروح عليه. شايفين السمكه، السمكه اول ما بتطلع من البحر كده بتبقى انا خبطها بالشوكه بتنزل دم كتير.
زي ما انتوا شايفين كده البحر، واحنا بنلم والشغل بتاعنا بنلم بسرعة برضو عالية، يعني المركب بنلم بسرعة وعشان نلحق نخلص. ودي سمكة برضو، دي سمكة الالونجا يا جماعة، شايفين شكلها عامل ازاي، الزعانف الصفراء وحجم السمكة وعينين السمكة والزعنفة اللي على جنبها، في حاجات كتير تعرفنا السمكة دي نوعها ايه. اللقطة ديت اللي كنت بحاول ان انا اصور فيها الترس البحرية، والسمكة ديت اللي هي سمكة الليمونة، دي سمك الليمون ده طبعا يمكن في ناس فيكم تعرفه لو مثلا تدور على النت او كده، هنا بيسموه هنا في ايطاليا وفي ليبيا اللي هو اللامبوكا. والسمك ده جميل جدا بس لحمته تقيلة، انا اكلته مشوي جميل، وبيتعمل برضو صيادية حلو في المقلي ماشي، بس تقيل شوية في المقلي، لكن ما ينفعش تعمل شوربة بيضة، ما ينفعش تعمل اكل تاني، كل سمك وله الاكل بتاعه. وطبعا زي ما انتم شايفين كده السمك احنا بنحطه في صناديق، زي ما انتم شايفين كده تشوفوا اللقطة الجاية ديت، ونحطه كده في صناديق خشب، شايفين ده سمك كبير، في سمك في صندوق في 4 سمكات، في صندوق في 5 سمكات، وبنرصه كده. وبسم الله شركة رحلة حلوة، جايبين فيها تمن 7 8 طن سمك. اتمنى ان الرحلة تكون عجبتكم، وكان في حاجات كتير عاوز اقول لكم ان شاء الله في فيديوهات تانية ان شاء الله، منها ان احنا كنا بنجيب كتير ترس بحرية، بس ما عادش الوقت هيكفينا، وهنتقابل تاني في فيديو تاني ان شاء الله. كان معاكم الكابتن حسام في الكينج شيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.